السلام عليكم. السلام عليكم أخواننا في الجزائر، أزور في اللون وأنا جاي. الموضوع فيما يخص اليوم، فيما يخص زيارة هذه لا مرغوب فيها، يعني تاع الدريان اللي جاء الجزائر ولقاها الشيف دائرة تاع تبون، هي حصيلة حاصل كما نقولوا احنا، حصيلة حاصل. كاسكو فوز اتوندي دان كولونياليزم، دان كولونياليزم كي اكزيست كي نا جامي في سا ديبارتور كما نقولوا احنا اون فوا بور توت، إل اكزيست توجور. مي كوم سي ان مينيستر دو ليكستيريور كي ديفيان مينيستر دو لانتيريور اون الجيري. الو هو وزير خارجية فرنسية، لكن في الجزائر وزير داخلية، يعني جاء ليس من باب المحبة وإنما لإعطاء أوامر للشيف دائرة اللي حاكم الجزائر، الشيف دائرة اللي هو تبون حاكم الجزائر. وهذه توريك يعني من المتآمر على الجزائر، من كان خائن طول حياته، خائن كالجنرالات، جو دي بيان كالجنرالات، لأنهم على نفس الموال. لذا الشعب الجزائري إنه يعرف من معاه ومن عليه، وهنا يتبين الخيط، جو دي بيان توجور كنت نقول لكم، يتبين الخيط الأخضر من الأزرق. سكو جو فو لي دير توجور بلي تبين الخيط اللي هو الجزائري أخضر، والأزرق اللي هو يمثل فرنسا حتى من الجزائريين. لكن دائما كانوا حركة وبيان خدام لي بي بلون، كون دي توجو خدامين تاع لي بي بلون، لي اسكلاف دي بي بلون، اي سون تايم كيما نقول لك، ومرات يكونوا هما دي بي بلون. لان كيما تشوف قيادة الركان هذه تخادع في الشعب، تحول تتحكم في الشعب وتسيطر على الشعب لفائدة بلدان خارجية، يعني ما يكونوش جزائريين، ما عندهمش فكر جزائري، ما عندهمش فكر وطني. وهذا الإنسان اللي ما عندهش فكر وطني تعد خائن بمعنى الكلمة. لكن على الشعب يعني الآن تقرير مصيره، ما دام تبين الخيط الأخضر من الخيط الأزرق، ويريدون يعني جعل يوم أعز يوم في الجزائر هو أول نوفمبر، أول انطلاقة الرصاصة الأولى في الجزائر، يعني جعلوا منه يوم يخدع فيه الجزائريين مرة ثانية ويكذب علينا. يريدون أن نمضوا كما يقول لك يلفير كون سين avec nos dix doigts avec nos empreintes، نعطوهم الشرعية للمرة الثانية حتى تقوم جمهوريتهم، ليست الجمهورية الجزائرية الذي يريد تحقيقها الشعب يريد تحقيقها، إنما هم يريدون جمهوريتهم الثانية فرنسية جزائرية. هذا هو المقصود منهم، لأنهم لا يريدون إعطاء الحق لأصحاب الحق، إرجاع الشرعية للجزائريين. اللي دعا للشعب الجزائري انه الحل بين ايديك، لا سوليسيون انتر فو مان، as we say كيما نقولوا احنا، the solution is between your hand، بين ايديك. you wanna use it you're gonna gain، تربح، ما تستعملوهاش هما يربحوا. هذا العصابه اللي تلعب على الشعب الجزائري، وفهمناكم on vous avait dit pas mal de fois ان هذا الخروج الشعبي تمنينا لو كان منهج، لو كان يعني منظم، لو كان يعني مرؤوس له رؤوس حتى يتوجه يعني بخريطة. لماذا؟ لأن خريطة يتبعها الشعب ليكون منظم. لكن
دائما كانت ناس معادية، معادية للشعب، معادية لثورته، معادية لكلمة الحق، معادية لدولة القانون، معادية لدولة الحق. لا يريدون الشعب أن يلتحم، أن تكون له إدارة أو تكون له رئاسة، رئاسة تنظم الشعب، تنظم الشعب على أساس تعطيه حلول، تعطيه أشياء التي يصل بها إلى ما يريد. هذا ما كان يعمل. دائما يريدون تشتيت هذا الثورة وكل الشعب الجزائري، كانوا يريدون تفكيكه. وحتى الآن كانوا تمكنوا، لأن الشعب لا نقول أنه لم يستمع أو لم يصغى إلى النصيحة، إن النصيحة التي تأتي من القلب يصعب عليك استيعابها، لكن كلام الحلو اللي كنت تسمعوه من الوزراء وحتى في الناس في الحراك، منهم من كانوا واقفين مع يمشوا في الطرق وكانوا يطلعوا الجزائر ويدخلون الجزائر العاصمة، على أساس ماذا؟ أساس ماذا؟ لأنهم كانوا يذهبون إلى أماكن معينة، وهذه الأماكن كنا نقول لكم vous êtes manipulé parce que يدوك نفس المكان في نفس الزمان ويتم محاصرتك بطرقهم البوليسية بكل مكان، وبعد ذلك يعني ترجع للبيت. وكان يوما واحد. هل الثورات إذا فار شعب يعني هل ممكن يرجع للبيت ولم يحقق مطالبه؟ هذا هو السؤال اللي لازم يطرح. الثورات لا تنام، لا تعرف النوم. الثورات لا ترجع إلى البيوت إلا حققت مرادها. لكن بالطبيعة يعني والطريقة التي استعملها مخابراتهم وكل شيء في الجزائر، أنهم يأخذون من الشعب، بالشعب في الجزائر العاصمة على أماكن معينة ك La Grande Poste. السؤال الذي يطرح على الشعب كله، هل تسقط حكومات أو تسقط أنظمة من الذهاب إلى La Grande Poste ولا La Place Audin؟ أنا أقول لكم لا. وهذه يعني نكذبوا على روحنا، إلا إذا كنا رايحين يعني نعملوا حفلة ونجيبوا مطرب يغني لنا في لابلاس عند لابوس باسكو لي غروند، باش الشعب يحضر. الحكومات والأنظمة، أنظمة مهما كانت، ملكية، ديكتاتورية، عسكرية، تسقط من أماكن حكمها. عقلوا على هذا الكلام الذي أقوله. الحكومات لا تسقط من الساحات العامة أو من يعني الحدائق، لا تسقط من الحدائق العامة، لكن تسقط من الأماكن التي تتحكم فيها في الشعب، تسقط من الزابيس تاعها، تسقط من الولايات، مراكز الولايات، تسقط مراكز الحكومية، البرلمان avec les deux chambres parlementaires، تسقط من قصر الرئاسة أو قصر الحكومة، تسقط من الأماكن التي يسكنون فيها كما كلاب دي بان، هذو الأماكن اللي تسقط فيها. لو من سنة، أنا أطرح عليكم السؤال التالي، لو من سنة عملتم بالشيء التالي، يعني أنه خرج الشعب وراح لهذه الأماكن رغم أنه
غيروا في سقطوا بعضهم بعض. لماذا؟ لأنه الشعب كان خارج بكثرة ولم يعرفون هما كحكام أو كمسؤولين فاسدين هذو أو حتى في عساكرهم أركان عساكرهم ما كانواش عارفين أن الشعب كانوا يفكروا ممكن الشعب يروح لهذه الأماكن الحكومية لذا يعني بتوا يسقطوا في بعضهم بعض. لكن بعد ذلك ترون الفيلم لأنه الفيلم تاع السجون وما غيره ذلك وغير ذلك دارونا الفيلم. Ils nous ont fait ce film-là. Alors, السؤال الذي يطرح لو ذهبنا لهذه الأماكن الحكومية لأن الأنظمة مهما كانت تسقط من مكان حكمها وليس من حدائقها وليس من ساحاتها العامة. كل بلدان في أوروبا الذي غيرت الأنظمة فرنسا حتى فرنسا ثورتها يعني الخامسة اللي كانت قامت السانكيام ريبوبليك قامت بأماكن الحكم هي اللي سقطت الساحات. لذا يعني لازم على الشعب يعرف. رومانيا كذلك ما تخلصوا مونشيسكو في بضعة أيام وأسقطوه. لذا لازم يعرف الشعب الجزائري إذا أنتم يعني وحرصا منا وحبا منا لكم إذا تريدون التخلص من هذا النظام اللي ظهر على حقيقته والوقت قلنا لكم هو اللي يظهر من على حق ومن على باطل. وفائدتنا الأولى والوحيدة أن نرى الجزائر مستقلة بمعنى كامل أن شعبا وجيشا في خدمة الجزائر لا حكاما ولا قيادة أركان في خدمة فرنسا وفقط فرنسا. هذا اللي لازم يعرفه الشعب الجزائري. إذا كنا نريد التحرر فلازم الثورة أن تستمر ولا تقف في يوم واحد لا تقف ولا تتوقف حتى تنتصر. إذا انتصرت الجزائر للأبد لأن الجزائر لها إمكانيات أنها تخرج من محنتها. وأسباب محنة الجزائر ومن يكثرون ويكبرون هذه المحنة هم الحكام، حكام التي تدوس عليهم أقدام البيضاء يريدون منهم أن يركعوا الشعب الجزائري تركيعا يعني حتى يخضع مرة واحدة وللأبد. فلذا على الشعب الجزائري أول نوفمبر يكون أول يوم للثورة الحقيقية الإيجابية لا خروج من أجل تطبيل والرجوع للبيوت وإنما البقاء والزحف على الأماكن حتى الأماكن الحكومية بعد أول نوفمبر. أول نوفمبر يكون يوم منع الانتخابات في الجزائر ويكون هذا المنع مش فقط في القبائل إنما يكون على مستوى الوطن من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب يكون على كلمة رجل واحد يكون يوم تقطيع لكارت دو فوت. لكارت فوت هذو قطعهم على الملأ. أقولها على الملأ وتخيلوا في مخيلاتكم لو خارج مثلا عندنا 20 مليون تفوتي يخرجوا ويقطعوا لكارت فوت هل ممكن يدخلكم للسجون؟ لا لأنه حتى البوليس والجدارمي والعسكري لو يريد أدخل 20 مليون سجون يعني يدخل عائلته للسجون يدخل أبوه يدخل أمه للسجون يدخل أخوه يدخل أخته للسجون. 20 مليون أكثر من نصف الشعب في الجزائر وهم الذين ينتخبون يعني تقطيع هذه الكارت دو فوت
رمز من رموز كبيرة أنها توحي للحاكم أن لست لك بمصداقية بعد ذلك، لأن مصداقيتكم سقطت والثقة التي تلعبتم عليها على الشعب تلعبتوا وخدتوا ثقته راه قلعها منكم، انسحبها منكم، خرجتكم الكارت الحمراء. الآن خرجتكم الكارت الأحمر أنه خلاص خروج، لكن يكون بالاستمادة تاعنا أننا نبقوا في نفس المكان حتى نحقق مطالب. هذا ما كنت أريد قوله في هذا الموضوع، وأتمنى من الشعب الجزائري أن ينسى، أن يسمع نصيحة السياران. نصيحة السياران هي خدمة لكم، ولا أحد يستطيع تفرقكم. لو دخلتم إيماجيني جفي فوز إكسبليكي إن شوز لوجيك وماتيماتيك وحسبوها كما تعرفوا وطلعوا فيها ونزلوا فيها وعرضوا فيها وقصروا فيها وشوفوا لما هي الصح. لو كان الشعب الجزائر مليون فقط في الجزائر العاصمة توجهت 200,000 مثلا للبرلمان و 200,000 لمركز الحكومة و 200,000 أخرى تروح لكلاب دي بان و 200,000 تروح لكل زابيسي مجالس هذه لا سقط الحكم في الجزائر، لكن مليون أو 2 مليون أو 3 مليون أو حتى 10 مليون تروح لا جراند بوست. نعم هذا تبذير دوفوتخ انرجي طاقاتكم، يعني تروح سو ديفولي اون فوا بور توت. روحوا الاماكن المهمه حتى لو تكون باعداد قليله، كما قلت لكم 200,000 مي اللي قالها 3 مليون سولدا، 3 مليون جندار باش يحبسوها. غير ان الجزائريين نطلبوا منهم كل من يكون قريب الولايه من الولايات المحادية يعني العاصمة أنهم يروحوا كذلك، يروحوا العاصمة وشوف كم لهم قوات، يعني من قوات مهما كانت أنها تحاول تغلق كذلك على الجزائر وكل الطرق أنه هذا الشعب ما يدخلش. ما عندهمش إنهم با 3 مليون سولدا وجندارم ودو بوليسي، هما تفكيرهم يفكروا أنكم تروحوا لابوست فقط، لأن الطرقات في لابوست الغيال هذوك بالبيلدينغ بين سكاني تو لي باتيمون يغلقوا عليهم بكالكو كاميون دي 2000 و 3000 بوليسي وما بلعوا عليكم وتقعدوا في المهم، تقعد الشعب يزكي يغني. alors que le pouvoir il est un peu une centaine de mètres ou 200 mètres ou même un kilomètre là-bas il faut aller. والسلمية التصاعدية حتى تدخلوا المرادية. أنا جليدي شادي قلتها لكم نكاس كذلك، نكاس لو برافون وطريقة محاولات المحاكمات هذه اللي هم يجروا فيها راكم تشوفوا. قلت لكم يروح الأحكام تصاعدية تطلع لفوق، أول اللي حكموا عليه بست شهور ولا الثاني بأربع شهور وهي رايحة ومن بعد ولوا سنتين والآن ربع سنين وخمسة وراهي جات في الأخ هذاك الصحفي اللي حكموا عليه بعشر سنين. تعرفوا الجاي شعال ليست أقل من 10 سنين أحكام تكون، وتعرفوا على من تكون يحاولوا يدوروها ولا الحرام ينسوكم في رشيد نكاس. هو الفائر لأعلن الحرب على الفساد في الجزائر. ألوغ ما تنسوش الناس اللي ضحي من أجلكم.
هذا إذا كنتم تريدون أن يكون لكم مستقبلا ظاهرا. هذا ما كنت أريد التدخل فيه. السلام عليكم.